اللي خديتوها والمعايير ديال صياغه البرنامج، يعني واش تمشي مقاربه تشاركيه مع المجتمع المدني، يعني اهم محاور هذا البرنامج ديال العماده. لكن ممكن باش نقول لك فيما يخص البرنامج ديال هذه العماده اللي كان هي اتفاق مع الاخوان ديال الزمن الرياضي باش نشوفوا في المدينه ديال مدينه العريس الرياضيين السابقين، وعاد غادي نخدموا مستقبلا، يعني هذه غير البدو اللي هو البرنامج دخلناه في اليوم الوطني المهاجر اللي غادي نخدموا في ارضيه الواقع بحال دائما اللي كنخدموا حنا في الارضيه، باش تكون دائما استمراريه في العمل في الارض، يعني في المدينه ديالنا. والاخوان ديال الزمن الرياضي كذلك ومثال اللي اتفقنا مع بعضياتنا باش نخدموا طول السنه في العريس. كنت كنطلع نلعب في القصر انا واللي في الوقت ديالنا، الطاكسي ما كيوصلناش للملعب، ما كاينش الملعب، كان هذاك دار الدخان تما، كنركبوا فوق الحمار حاشاكم، الكارو كيطلعنا باش ما تغيصوش، لاننا مشينا على رجلنا غنوصلوا مغيصين. الطاكسي ما كيقدرش يوصلك لتما. الجيل ديالكم ذهبي. ما كاين لا باب، ما كاين لا باب لا فيسير لا والو. فهمتي كتعرف الطريق سير معاهم. والجمهور لاصق فيك، انت في التوش غاتربي التوش هو لاصق فيك. كيجروا لك الشورت وكيهدي. انا شريف اقسم بالله والله الا يوتليتو. اسمحوا لي على التدخل الله يخليك. اسمح لي هذا الشيء. حقيقة سؤال كان وجيه وكان ضروري كيخصنا يعني ندمجوه في الأسئلة. بالنسبة للصناعة التقليدية، لأنه ملي كتقول السياحة كتقول الصناعة التقليدية، ملي كتقول الجالية المغربية كتقول الصناعة التقليدية إرت، فارتقينا على أساس هذا اليوم الوطني للمهاجر ندمجوا اتفاقية شراكة ديال الصناعة التقليدية مع هذه الجمعية أبناء العرائش بالمهجر. علاش؟ لأنه كاين معارض كيداروا داخل الوطن وخارج الوطن، بالأخص الإخوان كانوا دايرين برنامج على أساس إن شاء الله يكونوا معارض يعني في مدريد، فهنا قلنا نديروا اتفاقية شراكة هي الأولى، لأنه ما يمكنلكش دير معارض خارج الوطن بلا ما تربط اتفاقية شراكة. فالإخوان كتبوا الإدارة الجهوية على حسب كتبوا الرئيس ديال الجهة على أساس باش تبرم اتفاقية شراكة. اتفاقية شراكة راه كتهيأ، يمكن توقع داك الاتفاقية شراكة في هاد الوقيتة اللي هما حاضرين، يمكن توقع في مدريد. وهذا هو البرنامج اللي دخلناه ودخلنا فيه الصناعة التقليدية. وعلاش برمجنا الصناعة التقليدية بالضبط والزياره للمجمع والزياره لذاك الفضاء التضامني او السوق التضامني ديال الصناعه التقليديه؟ لان كاين ركود، انتم كتعرفوا دازت هذا الكوفيد، وكان الاقتصاد بالنسبه للصناع التقليديين كانوا كلاو الضاق مساكن، كلشي العالم كامل، هذا ماشي غير غنتكلموا على الصناعه التقليديه ولا تقريبا، هذا كان العالم يعني اللي عانى منه. فدمجنا هذا القطاع هذا باش تكون واحد الزياره ويكون في ذاك الفضاء، وربما غيدخلوا الناس اللي غادي يجيو باش نديروا شبه معرض باش على الاقل يتم التسويق ويتم التعريف بالصناعه التقليديه داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبه للتكريمات، انتم كتعرفوا حنا كيداروا معارض، هاد السنه هذه ما دارش المعرض لانه انتم كتعرفوا كانت كوفيد ما تبرمجتش، طبعا ذاك الفصل اللي كان في المجلس ما تبرمجش باش يدار معرض، غيكون معرض في القصر الكبير، لانه ذاك الفصل ديال المعارض ديال القصر الكبير كان مازال ما تحيينش، دابا عاد يعني يمكن دابا عاد غادي يدخل في البرنامج ويمكن غيدار معرض في اقرب وقت. اما بالنسبه لمدينه العرائش ان شاء الله في اطار هذه الاتفاقيه وفي اطار البرنامج المقبل ان شاء الله غنهيئوا السنه المقبله نديروا معرض داخل مدينه العرائش. جات المسائل في المغرب، علاش مدينة العرائش ما عندهاش أرضية؟ أنا كيخصني نطرح واحد السؤال على يعني السلطات المحلية، مش حال جاكم من دوسي يعني طلب بإصلاح الملعب البلدي؟ إذا هذا سؤال كيتطرح. أما إحنا كجالية يعني خارج الوطن ما عندنا حتى شي علاقة بهذه الأرضية ديال
ديال مدينه العرائش. نحن نساهم يعني باش نهضوا نديروا واحد النهضه رياضيه في مدينه العرائش. اما الارضيه خصنا نعرفوا عندها علاقه ما بين الجمعيات في مدينه العرائش وعلاقه ما بين فرق مدينه العرائش والسلطات المحليه. يعني هذه ما عندها حتى شي علاقه بالنبي. هذا السؤال يعني غنحيدوه دابا. غنلحقوا دابا يعني التكريم. التكريم قلت لك فيه جوج الانواع. كاين تكريم يعني غيكون مادي يعني لبعض اللاعبين، وديك اللاعبين يعني تم الاختيار ديالهم بصعوبه، لان الا جيتي تقرا كاين بزاف ديال اللاعبين يعني محتاجين فواحد يعني المبلغ مادي. يعني كاين واحد التكريم مادي واحد المبلغ يعني لا باس به، يعني العدد ديالهم كنظن خمسه ديال اللاعبين، غادي يكون يعني التكريم ديالهم مادي. وكاين تقريبا 21 لاعب يعني التكريم ديالهم غيكون معنوي. اشنو هو معنوي؟ يعني اعتراف ديك الناس بان راه دازوا ولعبوا كره في مدينه العرائش وضحاو بالاوقات ديالهم. ماشي كما قال الاخ كنا كنطلعوا، حنا كنا كنترينيو، انا كنت باقي في الدراسه، ملي كنمشي للمدرسه كنمشي للمدرسه باش كنجي، وملي كنا كندرب وكان كيعطونا 4 لتر د الحليب. هذا كيفاش كنا كنمشي كامل في هذه الساعة هذه. يعني كاين إمكانية هذه المسائل، ولكن ديك الناس ما خصناش نساو، لأن المغرب عنده تاريخ، مدينة العرائش عندها تاريخ، ولكن كرة القدم حتى هي عندها تاريخ. إلا ما هضرناش على هاد الناس هادو ما نزيدوش قدام، فهمتي؟ ما عمرنا نزيدو قدام. دابا بقينا نهضرو غير على هاد الناس الجداد، هو حتى الملعب ما عندناش. إذا نهضرو على الناس القدام ونشوفو كيفاش كانت يعني مدينة العرائش من ناحية رياضية، من ناحية ثقافية. العرائش مثلا من ناحية ثقافية، وكانوا عندنا سينمات، كتعلم كتابة، كانوا عندنا بزاف ديال الحوايج، هادشي كان من عدم. إذا كاين بزاف ديال الحاجات اللي بغينا نطرقو لهم، واحد البحر. ولكن حنا واحد النقطة يعني في المحيط الأطلسي، يقولوا لها ماشي واحد النقطة ولكن غير بلاي بليغروس، نقطة شتيتو. يعني فرنسا بما أنني أنا كنمارس يعني في الجمعية ديال لي كوميرسون، يعني ديال الناس اللي المستثمرين، يعني انا هو الكاتب يعني الامين المال ديالهم، يعني وكندير واحد التنسيق كبير مع يعني الجاليه المغربيه ديالنا والسلطات ديال الدوله ديالنا، وكنحاولوا ما امكن يعني المهاجر، ماشي المهاجر القديم، حنا كنهضروا على المهاجر الجديد، ابن المهاجر يعني في السن الرابع ديالو، يعني يبقى عنده واحد العلاقه متينه مع الدولة المغربية. يعني الدور ديالنا حنا دابا قبل كانت الدور ديال المهاجر اللي كانت تما، يعني هاد الجمعيات والوداديات كان الدور ديالهم يعني يبقى يعني يعدلوا الوراق في القنصليات، يعدلوا الوراق. ربما في اسبانيا مازال هاد المسألة هادي، ولكن في فرنسا يعني الناس خرجت يعني بكري بزاف. دابا الدور ديالنا وهو توعية الجيل الصاعد باش تبقى عنده واحد العلاقة مع الدولة ديال المغربية. حنا هنا كنشوفوا مثلا التمويل ديال المهاجرين، يعني المغرب راه كيفوت 6 مليار، ولكن شكون اللي كيصردو؟ كيصردو من العجوز كيفحالي انا وكيفحال فلان، كيصردو بشي الدري اللي عنده 18 عام. الدور ديالنا حنايا يعني في فرنسا هو هذا، يعني هذاك ولدي خصو حتى هو يجي ويقوم بواحد العمل جبار في مدينة العرائش من الناحية الرياضية الثقافية الاجتماعية، كيفحال اللي كيشوف الناس تما في فرنسا كيفاش كيعملوا الابناء ديالهم، خصو يعملها حتى هو لهنا. حنا اش كنخرجوا لبرا؟ اش كنخرجوا غير نخدموا ونجيو؟ لا، كنخدموا كنديو بزاف ديال المعلومات الثقافيه والرياضيه ومعلومات ودراسيه، يعني وهذاك الشيء هذاك يعني ملي كان الانسان كيعدل واحد جواز السفر، اما يخرج على الطريق ديال العمل او على الطريق الدراسه او طريق الاستثمار، اش كيخرج يعمل؟ كيخرج باش يمثل الدوله ديالنا، وخصو يجيب يعني ديك الشيء اللي يزيدهم القدام. هذه ما كتسنكرش، ولكن كيخص يعني اليد في اليد، كيخص واحد الاتحاد ما بين الجمعيات كاملين باش ان شاء الله عسى يكون شي حاجه نزيدو بهاد المدينه القدام ان شاء الله. سيدي حي، كاين واحد السؤال تبادل الى هو من الجاليه المغربيه، من الجاليه المغربيه، واش عندكم شي علاقه بك في المغربيه؟ تماما.